يعطيكم العافية شباب ومشاهدينا، نذكركم أن خلال حلقتنا الليلة كل المعزوفات والألحان اللي راح تسمعونها هي بتوقيع طبعا نجم اللحن الكويتي الأصيل الراحل راشد الخضر. مشاهدينا الحين نبدي معاكم أولى لقاءاتنا الحوارية، ونقول أن فعلا الإمارات تختار المهندسة المعمارية الكويتية سارة صادق علشان تقوم تصميم جزيرة دلمة في إمارة أبوظبي، راح تكون أكيد منافس لكل المصممين والمعماريين العالميين، وهي أكيد شرف كبير وفخر لكل الكويتيين وخصوصا الكويتيات. مساك الله بالخير سارة، وشكرا لوجودك معنا. الله يسلمك. مساك الله بالخير سارة، وأنت مفخرة حق كل بيت كويتي. أشكرك، وإحنا يزيدنا الشرف أن دائما نرفع اسم الكويت عالي في كل الأماكن. يمكن نحب نقول أن هذا أول لقاء تلفزيوني لك. نعم. على شاشة تلفزيون الكويت. نعم. وممكن نقول أنت رفعتي راسنا. الله يسلمك. ونستينا وشفنا في مواقع التواصل الاجتماعي الناس شلون فرحانة، وأنت نعم. أكيد لمستي هذا الفرح. أكيد طبعا. أنت شعورك شنو إذا إحنا مستانسين هالكثر؟ يعني حسيت الكويت كلها احتفلت فيني، وكان الهدف من تعبنا ومجهودنا طوال 5 سنوات اللي فاتت أن نرفع اسم الكويت بالخليج، وقريبا إن شاء الله في دول أخرى برا الخليج العربي، هي عالمية بإذن الله، ويشرفنا دائما أن نرفع اسمها. يعني صراحة سارة إحنا راح بين فترة والثانية خلال لقائنا نحط بعض المقتطفات واللقطات. نعم. من مشاريعك. نعم. سواء بالكويت أو برا الكويت، وهذا هو مشروع جزيرة دلمة. نعم. اللي بأبو ظبي، وإحنا وايد مستانسين حضرتك اخترتي ليالي الكويت إنه يكون أول إطلالة لك عبر شاشة تلفزيون الكويت وعبر الشاشات كلها. نعم. يشرفني طبعا، ويشرفني انه لقاء معي بسناب. هذه شاشه صغيره شاشه تحصل هذا كان زي بس قبل الحوار انا سبقتهم. الله يسلمك. خلينا نتكلم في البدايه شلون تم اختيارك، يعني ووقع الاختيار عليك علشان تمسكين مشروع الجزيره. شوفي الله يسلمك، جزيره دلمة جزيره عريقه في ابو ظبي وفيها السكان الاصليين هذه الإمارة، وطبعا المالك راح لعدة مكاتب هندسية، ولله الحمد وقع الاختيار علينا بعد ما سوينا له بعض التصاميم المبدئية وحس ان احنا قرينا الفكر العام، فبناء عليه تم اختيارنا لله الحمد وطورنا المشروع، والحين هو في مرحلة التشييد والبناء، وكان طبعا تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن زايد لأنه لاقى استحسان كبير عنده كتصميم وأفكار، وحاولنا نحافظ على تراث المنطقة نفسها، ما حاولنا أن نخلق فندق ونلغي التراث أو الفكر اللي كان موجود، ولله الحمد توفقنا فيه. هذه المنافسة صراحة كبيرة قوية جدا، في أكثر من جزيرة معروفين. نعم. هناك. نعم. يعني هذه كانت كبداية سعديات وياس. نعم. والحين جاية. نعم. دلمة. فيعني المنافسة راح تكون صحيح. كبيرة، فإن شاء الله الله يقدرنا ونتميز فيها بإذن الله. حرصتي على ثيمة معينة للتصميم؟ يعني هو كان أكثر شيء طريقة الترادشنال هاوسز، أو خلينا نقول الديزاين التقليدي لسكان أهل دلمة. هو فندق ومنتجع ولا شو؟ هو منتجع راح يكون عبارة عن فيلل لا إطلالة طبعا مباشرة على البحر، وفي نشاطات أخرى لأن في منطقة جدا مميزة اللي اختارها المالك وراء منطقة جبلية، فرح تكون وايد في أكتيفيتيز، وفي طبعا صالات متعددة الأغراض وأمور أخرى، وطبعا في مطاعم وغيرها راح تشمل بعض خلينا نقول الأكل التقليدي مال دلمة، غير الأكل راح يكون طبعا موجود في الفندق، فاحنا حاولنا ندمج يعني أكثر من عام لنجاح هذا المشروع. صحيح. عندنا تقرير، نشوف التقرير مع بعض ونرجع لكم. في البداية مشروعي كان بالنسبة لي تحدي، لأن هذا بالنسبة لي حلم، وكانت عندي أفكار وتصاميم كنت أطمح لها تكون موجودة في المشروع. المهندسة سارة شهادتي فيها مجروحة، المهندسة سارة من المهندسين المميزين على مستوى الخليج. الحمد لله في أول اجتماع قدرت تفهم الشيء اللي أنا أطمح له، وترجمت الأفكار واستغلت مساحات المشروع بطريقة جدا مميزة، حتى أدق التفاصيل اللي كنا نتكلم فيها في بداية المشروع في فكرة التصميم لقيت معكوسة على أرض الواقع في المخططات، وهذا يدل على قدرة المهندسة سارة على ترجمة الأفكار لواقع. أنا حاب أشكر المهندسة سارة بصراحة لأنها قدمت لنا شيء مميز. نحن اليوم كخليجيين نفتخر بوجود مهندسة مثل المهندسة سارة، وأتمنى لها التوفيق والنجاح.
يعني هذه كانت شهادة السيد سعيد السويدي، هو صاحب المشروع. نعم. ويعني كلام طبعا جميل جدا، احنا كنا قاعدين نتكلم انا وحصه نقول احنا سعداء فيه. وانا اشكره طبعا، هو اعطانا الفرصه وكانت الانطلاقه معاه في الامارات. الحين عندنا طبعا مشاريع في دبي وعجمان والعين، وهو كان السبب لانطلاقتنا لها. كنا بعد برا يعني قطر، عندنا في قطر وعندنا في عمان قريبا ان شاء الله، وعندنا في السعوديه. كلها مشاريع تجاريه، مشاريع ولا سكنيه؟ معظمها فلل سكنيه، سكن خاص. نعم. نعم. يعني الحين انت بمكتبك الهندسي تصممين بيوت ومشاريع، مو بس متخصصه طبعا احنا نسوي تصاميم للفلل السكنيه وايضا العمارات السكنيه او التجاريه. سوينا بعض الفنادق كتصميم معماري او داخلي، وطبعا نحاول دائما نحتوي ايضا تصميم اللاندسكيبنج اللي هو الحدائق ايضا. هذا احنا صار عندنا واسطه، ممكن نحصل بيت هناك ولا فيلا بالدلمه، ايش رايك؟ ايش رايك؟ شرفنا ان شاء الله. نبي محمد. مهندسه ساره، يعني انت لك لمسه يمكن تكونين مميزه فيها اكثر من غيرك، ان انت واجهات المنازل عندك لها شكل معين، يعني كأن توقيع سارة صادق موجود عليها من خلال الرخام اللي مفرغ والإضاءة تطلع منه بطريقة جميلة جدا. سحارف بالضبط. إيه، كلمينا عن هال. يعني إحنا حاولنا لما فتحنا المكتب أو خلينا نقول الخط المعماري اللي حبينا ناخذه نتميز عن اللي كان موجود أو المحيط العام. فحاولنا نعطي تفاصيل دقيقة أكثر، حاولنا نعطي شيء يميز العميل عن بقية العملاء اللي في المكاتب الأخرى. وطبعا العملاء الحين اللي عيوننا جدا مثقفين معماريا، يطلعون دائما يشوفون القديم والجديد، والكويتي دائما ان جنرال دائما فنان في الريزيدنشال، يعني الفلل من ناحيه التصميم الداخلي الخارجي الاضاءه دائما يحب يكون عنده شيء وايد مميز. وهذا شيء وايد يميز الكويت طبعا. ويمكن دائما نحس ان العميل اللي عنده ثقافه زايده او مثلا مو عارف شنو يبي بالضبط، عنده وايد اشياء، صعب انك انت توصلين حق فكره، فلازم تقعدي معاه. احنا نطول بالنا لان تدرين سبب نجاح المكتب ونجاحنا، الصراحه انا اليوم اشكر كل العملاء من اول 5 سنين اللي بديناها لليوم، لان لولاهم ولولا ثقتهم اعطونا الفرصه كان ما قدرنا اليوم نوصل لهالمرحله. طيب انت كمهندس معماري، يعني علشان تاخذين خط مختلف عن البقيه اللي موجودين، وما شاء الله الكويت يعني فيها مكاتب هندسيه ضخمه جدا وكبيره جدا ولها صراحه بصمتها بسوق العقار الكويتي. فشلون يعني تبدي معاك الفكره من البدايه، منبعها كساره صادق عاد الفنانه المعماريه؟ الله يسلمك. احنا دائما نحاول ندرس فكر العميل، مثل ما تقولين نسوي عبارة عن وركشوب، ناخذ احتياجاته، الأشياء اللي يحبها الأشياء اللي ما يحبها. في ناس يكون هذا بيتها الثاني أو بيتها الأول فما عندها أي خلفية، وفي بعض الأحيان في أشياء سواها حابين يتجنبونها، فنبتدي ندرسها بشكل عام عشان نريح العميل بالنهاية ونحاول نعطيه أكثر من فكرة. دائما العميل يحب أن تكونين فليكسبل معاه أكثر، لأن لا تنسى هاي بيت العمر، فبيشوف في كل شيء بيرفكت وساعات يكون عنده قلق، بس ساعات يبي وايد أشياء بهالبيت هذا. الحمد لله احنا قدرنا أن احنا نضبطها، نقنع العميل مساحة بيته، البجت، التكلفة العامة اللي هو حاطها كتقديرية تنفع مع كل هالأفكار أو لا. فبناء عليه نبتدي ندرس متطلباته وناخذ خطوة خطوة معنا إلى نهاية المشروع. عندنا تقرير، شنو التقرير عندنا عن العملاء؟ تقرير عن العملاء، خلونا نشوفه مع بعض. أتيحت لي الفرصة وشرف التعامل مع مكتب مهندسة سارة صادق للاستشارات الهندسية ومع المعمارية سارة صادق شخصيا، حيث قامت بأعمال التصميم الداخلي والخارجي لمنزلي بالإضافة إلى الأعمال الإشرافية على البناء. من الصبح يوم الجمعة من الموقع تعطيك بعض الملاحظات على المقاول اللي ينفذ البيت، وهي ما لها العلاقة بالمقاول، لكن المتابعة هذه أمر يشعرك بالاطمئنان بأن المشروع في مراحل تنفيذ أيضا يسير بطريق الصحيح. سارة صادق من المهندسات المميزين صراحة، ما في دول الخليج، أنا أعتبرها في الشرق الأوسط. وتقرا افكارك ودائما عندها سرعه بديهه في امور صغيره، فتصاميمها مختلفه وغير مكرره، وكل تصميم يعكس روح العميل وشخصيته. اتمنى من جميع الكويتيين دعم هذه الكفاءات الكويتيه، ابنائنا احق بان يكونوا محل الدعم والتشجيع، وخصوصا كفاءه نفس كفاءه المهندسه سارة صادق.
رجعنا لكم مشاهدينا، استكمل لقائنا مع المهندسة المفخرة لنا سارة. سارة، يمكن أهم شيء الفترة الأخيرة صارت مثل ما قلت لك ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، فانتقلت في مرحلة إلى مرحلة الشهرة. نعم. فالناس قامت تعرفك، فشلون ردت فعلك؟ والله شوفي، أول شيء سعيدة بهالشيء لسبب إنه قاعد أشيل في اسم الكويت. الخليجيين وايد مستانسين فينا، وإحنا مستانسين إن قاعد نقدم هالشيء خلينا نقول تميز أو إبداع يشيل اسم الكويت. فالناس وايد تفاعلت مع هالشيء، خصوصاً إن ما كان في وايد مهندسات كويتيات خلينا نقول نساء طلعوا حق خلينا نقول مجال الخليج أو امسكوا التصميم من A to Z مع الكلاينت. فهذا شوي مثل ما تقولين مسؤولية كبيرة، تحسين هي مسؤولية كبيرة، ودائماً نحاول نحافظ على الجودة وعلى الإبداع وعدم التكرار، ونحافظ دائماً على العميل إنه نرضيه، لأن لله الحمد الاستمرارية والعمل اللي عندنا هم اللي يابولنا good word of mouth، يعني الكلمة الطيبة من العميل الأول أعطتها للثاني. أهم شيء بالتسويق بالكويت. صح. الناس سمعت عنك زين، الكل راح يزعل. فلله الحمد حافظنا على هالموضوع، وحافظنا دائما أن يكون العميل راضي، ودائما نميزة عن البقية، ودائما نعطيه special service كأنه هو العميل الوحيد في المكتب. فهذا لله الحمد. أنت تروحين على أرض الواقع، تروحين المواقع، يعني عرفت أنه حتى بالويكند تسافرين وتروحين تشوفين الشغل اللي برا. طبعا جدولي حق الخليج يكون دائما بالويكند عشان جدول الكويت يكون ثابت. وطبعا المواقع نسافر لها سواء في الإمارات أو في قطر أو السعودية، والكويت أيضا أحاول أحرص على المواقع. بس كمعمارية يعني أنت تشاركين أيضا بالبنيان ولا مهم شنو؟ مهم جدا، لأن أنت انعكاس المخطط المعماري ونجاحه وتفاصيله ودقته في بعض الأحيان ممكن لا تقرأ بطريقة صحيحة في الموقع. فيحتاجون نظرة المهندس أنه دائما يكون متواجد، جاب للبنيان يتعلم أشياء وايد. وبعدين أحس أنه صعب على السيدات أنه يشتغلون الشغلة هذه صراحة، هي يعني عمل شاق، هي تحتاج مجهود. ولكن خلينا نقول الخط اللي ميزنا أو خذيناه بالمكتب أني أكون أنا مباشرة جميع الأعمال من خلينا نقول العملاء كتصاميم أو سواء مواقعهم أو الفيدباك أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا من 2010 المكتب كان موجود. من 2010 بدينا طبعا المكتب. بس طبعا دائما الضغوطات مع يعني كل ما زادت كل ما زال، يعني خليت جابلين الموضوع أكثر، يعني أكيد بالمكتب كل وقتك. صحيح. هو يعني أنا دوامي معاهم من 8:30 لخمسة ونص يومي. فأنا دائما أحب أن أكون متواجدة مع الستاف عشان يحسون بوجودي معاهم، وفي دائما يكون في كوميونيكيشن وإنبوت. بس الحلو بالموضوع الحين أن الحريم بعد دشوا بالموضوع، يعني أن اللي الزباين اللي يوتوا والعملاء، يعني السيدات يرتاحون لوجودك أنت كامرأة معاهم، يعني ترتاح في طرح الأفكار، شنو المشاكل ممكن تواجهها في البيت. تدرين في تفاصيل دقيقة الحريم يحبون يحافظون عليها، والريال ما يقدر يوصلها، خصوصا إذا كانت في البيت، ولأن هذا بيتها وبيت العمر، أو في فيوتشر إكسبانشن ممكن يكون في خطة مستقبلية. فنبتدي إحنا دائما ندرسها مع العميل، والمرة مثل ما تفضلت شوي ترتاح أكثر. ساعات تكون يعني مصرة على شيء ما يصير، لا لازم يصير. إيه لازم يصير. بس إحنا طبعا مسؤولة سأل مهندسة إقناع العميل ناخذها بهداوة طبعا، وبالعكس إحنا ما نحاول إنه خلينا نقول نفرض رأينا، لأن في النهاية هذا بيتها. صحيح. ومملكتها، وهي تشوف في شيء يمكن أنت ما تشوفينه كمهندسة، ولكن تحاولين إنه تحطينها على الطريق الصح. يعطيك ألف عافية مهندسة سارة صادق، وسعداء جدا بوجودك معنا، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. حياك. شكرا. الله يحييك. يعطيك ألف عافية ومننا لعلى إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا، ما قصرتي. شكرا. ومشاهدينا الحين طبعا زميلتنا لولو العسلاوي موجودة في برج الحمراء، وموجودة هناك طبعا في معرض هنا ميزون. راح نتعرف على لولو. مساك الله بالخير، عارفين زيادة يا لولو على هذا المعرض، وطبعا راح نسلمك الهواء وإحنا نقعد طالعك. حياك الله.